جدا هو هل يمكن أن تقوم شركات التأمين اليوم بتجزئة مبلغ التأمين اليوم لتقليل يمكن الضغط؟ هم بدأوا فيه يعني بدأوا فيه عملية التقسيط فيها يعني بدأوها يعني في أكثر من 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 شركة للتمويل الآن تعاقدت مع شركات التأمين أو تعاقدت مع وسطاء التأمين على أساس أنه يكون في عملية تقسيط للأقساط، وهذه فعلا يعني نقدر نقول عليها بادرة كويسة من شركات التأمين ووسطاء التأمين وأدت دورها صراحة.